أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل محبة وخير. في هذه المحاضرة سوف أقوم بشرح الجزء الأول من الفصل السادس، والذي هو بعنوان A Tour of the Cell، جولة في الخلية. سوف نتحدث في هذا الفصل عن تركيب الخلية ومكوناتها. The Fundamental Units of Life. طبعا تحدثنا انه الوحدات الاساسيه لبناء الكائن الحي الخليه، اذا الفاندمنتال يونتس اوف لايف هي الخليه. طبعا all organisms are made of cells، جميع الكائنات الحيه تتكون من خلايا. طبعا الخلايا تعتبر فاندمنتال، اساسيه ضروريه، to the living systems of life، لاجهزه الكائنات الحيه. طبعا قلنا إنه الخلية مجموعة بكوننا تيشوز، ومجموع التيشوز بكوننا أورجانز، بكوننا أعضاء، ومجموع الأعضاء بكوننا أجهزة. حتى وإن هذه الخلايا ترتبت في مستوى أعلى من التنظيم، مثل ما تحدثنا إنه الخلية بتكون نسيج، والنسيج بكون عضو، والعضو ومجموع الأعضاء بكون لنا جهاز، تبقى هذه الخلايا وحدة التركيب ووحدة الوظيفة الأساسية في جسم الكائن الحي. Remains the organism's basic unit of structure and function. الميكروسكوبز تعتبر المجهر الضوئي the most important tools، الأدوات الأكثر أهمية في علم الخلية، في السيتولوجي، لأنه من خلاله احنا بنقدر نتعرف أو نشوف اللي هو السل، لأنه السل structure، تركيب الخلية. طبعا لدراسة اللي هو تركيب الخلية، البيولوجيست علماء الأحياء بيستخدموا الميكروسكوب المجهر، وأيضا the tools of biochemistry to study cells، وأيضا أدوات الكيمياء الحيوية لدراسة الخلايا. تمام، في حالة اللايت ميكروسكوب المجهر الضوئي، هناك لايت، وهذا يسمى بالفيزبل لايت، الضوء المرئي. هذا بيمر من خلال العينة، ومن ثم من خلال عيش زجاج العدسات. تمام، three important parameters in microscope، هناك ثلاث شغلات مهمة في الميكروسكوب، هي magnification، resolution and contrast. الماجنيفيكيشن التكبير، طبعا هو نسبة حجم صورة الشيء بالنسبة لحجم الشيء الحقيقي. تمام، اللايت مايكروسكوبز اللي هو المجاهر الضوئية كان ماجنيفاي افكتيفلي، لديها القدرة على تكبير الشيء بشكل فعال إلى حوالي 1000 مرة من الحجم الواقعي أو الأساسي من العينة. إذا عند القدرة المجهر الضوئي قدرة تكبير 1000 مرة من حجم الشيء الأساسي. تمام، الريزوليوشن اللي هو الريزوليوشن الدقة، طبعا is a measure of the clarity of the image، هو قياس درجة وضوح اللي هو الصورة. It is the minimum distance to points can be separated and still be distinguished as two points. طبعا الريزوليوشن هو انه the minimum distance، والأقل مسافة بين نقطتين يمكن ايش فصلهم، وما زالوا انهم ايش، ويمكن ايش تمييز بين هذه النقطتين. طبعا هنا النقطتين نقصد بها بين شيئين، طبعا انه هناك القدرة على انه هناك تمييز بين هاتين النقطتين بشكل واضح واميز بينهما. هذه الريزوليوشن، درجة دقة التكبير. طيب الان نتحدث عن الخلية. طبعا الخلايا في منها ايوكاريوتيك وفي منها بروكاريوتيك، في منها خلايا حقيقية وخلايا بدائية النواة، وراح نتعرف ايش الفروقات الاساسية فيما بينهما. Eukaryotic cells have internal membranes that compartmentalize their functions. طبعا الخلايا الحقيقية النواة لديها طبعا أغشية داخلية تغلف العضيات الداخلها حتى تقوم بوظائف مختلفة. تمام، cells the basic structural and functional units of every organism. تعتبر الخلية أو الخلايا هي الوحدة التركيبية والوظيفية الأساسية في كل كائن حي. وطبعا الخلايا قلنا منها نوعين، two distinct types
طبعا الخلايا في منها ايش نوعين متميزين اللي هي بروكاريوتيك والايوكاريوتيك. تمام. Organisms of the domains bacteria and archaea consist of prokaryotic cells. قلنا انه الكائنات الحية التي تنتمي الى الدومين بكتيريا والاركيا بتتكون تعتبر كلها بروكاريوتيك سيلز، وهذا تحدثنا عليه مسبقا. تمام. بروتست الطلائعيات، فانجاي الفطريات، انيمالز الحيوانات، اند اول بلانتس وكل النباتات consist of eukaryotic cells تتكون من خلايا حقيقية النواة. Comparing prokaryotic and eukaryotic cells مقارنة الخلايا البدائية والخلايا الحقيقية مع بعضها البعض. لكن قبل ما نبدأ إنه نقارن ما بينهم لازم نعرف إنه all cells share certain basic features، إنه جميع الخلايا تتشارك في صفات أساسية معينة، وهي إنه they are all bounding، إنه جميع الخلايا محاطة by a selective barrier بغلاف أو حاجز اختياري يسمى أو يطلق عليه باسم بلازما ممبرين، الغشاء البلازمي. طبعا هذا الغشاء البلازمي بيعمل على كحاجز اختياري بيسمح بدخول كميات كافية من الأكسجين والمواد المغذية nutrients and wastes الفضلات to surface the entire cell لخدمة كامل الخلية. إذن جميع الخلايا تحتوي على غشاء بلازمي له خاصية النفاذية الاختيارية يسمح بدخول المواد اللازمة للخلية وكذلك خروج المواد الغير لازمة للخلية. في داخل كل الخلايا، في داخل جميع الخلايا inside all cells is a semi-fluid jelly-like substance، هناك مادة شبه سائلة شبه جيلاتينية تسمى السيتوزول، تسمى السيتوزول، وهي يوجد فيها جميع العضيات معلقة في داخل هذا السائل. تمام. All cells جميع الخلايا أيضا تحتوي على الكروموزومز، تحتوي على الكروموزومات والتي تحمل الجينات في شكل DNA. تمام. وجميع أيضا الخلايا تحتوي على ريبوزومز that make proteins التي تصنع البروتينات بحسب تعليمات الموجودة في الجينات. تمام. الآن قلنا إنه الخلايا في عنا بروكاريوتيك وإيكاريوتيك، لكن في أشياء أساسية إنها توجد في جميع الخلايا، في إنه في غشاء بلازمي، في سائل جيلاتيني شبه سائل شبه في مادة جيلاتينية شبه سائلة، وأيضا كروموزوم، في كروموزومات تحمل الجينات، وأيضا في رايبوزومات بتصنع البروتينات. هذه جميع الصفات التي تتشارك فيها جميع الخلايا في الكائنات الحية. A major difference between prokaryotic and eukaryotic cells، الفرق الرئيسي ما بين الخلايا البدائية والخلايا الحقيقية. A major difference، شو هو الفرق الرئيسي ما بين البروكاريوتيك والإيكاريوتيك؟ هو is the location of their DNA، مكان وموقع DNA في الخلية. فمثلا في الإيوكاريوتيك سيلز في الخلايا الحقيقية most of the DNA is an organelle called the nucleus. طبعا الـ DNA في الخلايا الحقيقية حقيقية النواة، طبعا معظم الـ DNA بيكون في عضي يسمى إيش النيوكليوس النواة، which is bounded وهي محاطة by a double membrane محاطة بغشاء مزدوج. تمام. إذا في الخلايا الحقيقية إنه الـ DNA موجودة في عضي يسمى نيوكليوس، وهذا النيوكليوس النواة محاطة بغشاء مزدوج. تمام. أما بالنسبة للبروكاريوتيك سيلز الـ DNA بيكون مركز is concentrated in a region that is not membrane enclosed، إذا مركزة في منطقة ليست محاطة أو مغلفة بغشاء، وتسمى هذه المنطقة نيوكلويد. تمام. نيوكلويد اسم اللي هو المادة الوراثية أو المنطقة التي توجد فيها المادة الوراثية في الخلية البدائية. تمام. فالآن نجي على التعريف
اللغوي لكلمة بروكاريوتيك وإيكاريوتيك. فمثلا the word eukaryotic means، كلمة eukaryotic تعني true nucleus، نواة حقيقية، وهي مشتقة من الكلمة اليونانية eu تعني true وكاريون تعني nucleus. إذن eukaryotic تعني نواة حقيقية. أما بالنسبة لكلمة prokaryotic تعني before nucleus، قبل النواة، وهي مشتقة من الكلمة اليونانية برو تعني before، وتشير إلى الحقيقة أن البروكاريوتيك سيلز، أن الخلايا البدائية تطورت قبل اللي هو الخلايا الحقيقية النواة، أو نشأت الخلايا البدائية قبل الخلايا حقيقية النواة. الفرق الثاني ما بين البروكاريوتيك والإيكاريوتيك إنه الـ interior of either type of cell is called the cytoplasm، إنه الجزء الداخلي من كل من البدائية والحقيقية يسمى cytoplasm، تمام؟ في حالة الإيوكاريوتيك cells هذا المصطلح يشير إلى المنطقة الواقعة ما بين النيوكليوس والبلازما ميمبرين. إذن في حالة الإيوكاريوتيك الخلايا حقيقية النواة، إنه السيتوبلازم يشير إلى المنطقة الواقعة ما بين الغشاء البلازمي والنواة، تمام؟ في داخل السيتوبلازم الخاص بالإيوكاريوتيك الخلايا الحقيقية، إنه يوجد مجموعة متنوعة من الأورجانيلز، من العضيات المتخصصة، تمام؟ وهذه العضيات جميعها membrane bounded structures، تراكيب مغلفة بأغشية، وهذه الأغشية كلها إيش غائبة في حالة البروكاريوتيك سيلز. إذن في حالة الإيكاريوتيك يوجد السيتوبلازم اللي هي المنطقة الواقعة ما بين النواة والغشاء البلازمي، والتي تشمل جميع العضيات الإيش التي لها متخصصة، وهي تراكيب محاطة بأغشية. طبعا هذه التراكيب كلها إيش بتكون غائبة وين؟ في حالة البروكاريوتيك. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث إنه الإيوكاريوتيك cells are generally much larger، تعتبر الخلايا الحقيقية أكبر من الخلايا البدائية بشكل كبير. الصورة التالية بتوضح اللي هو شكل الخلية اللي هو البروكاريوتيك cell، الخلية البدائية. طبعا إن هذا هو خلية طبعا عصوية الشكل، هذه بكتيريا عصوية الشكل. طبعا هنا المنطقة باللون الأزرق عبارة عن بكتيريا الكروموزومز، كروموزومات هذه المادة الوراثية الموجودة في الخلية البدائية. طبعا عندنا هنا المنطقة هذه الواقعة، المنطقة التي تحتوي على الكروموزومز، قلنا في الخلية البدائية تسمى نيوكلوي، تمام؟ هنا بجانب النقاط هذه اسمها الرايبوزومز، قلنا اللي توجد في جميع الخلايا سواء حقيقية أو بدائية. البلازما ميمبرين هذا الغشاء البلازمي، هذا السيل وول البحيري اللي بيجي بعد الغشاء البلازمي جدار الخلية، وهنا الكبسول اللي هي آخر أقصى وأيش أول طبقة من الطبقات الخارجية الخاصة بالخلية البدائية. هذه الفلاجيلا اللي هي الأصوات، هذه الفيمبريا الأهداب، تمام؟ هذه اللي هو تركيب الخلية البدائية، في أنه لا تحتوي أنه النيوكلويد، قلنا المادة الوراثية الموجودة في البروكاريوتيك، هي المنطقة اللي where the cells DNA is located، بيكون وين DNA المادة الوراثية موجود في الخلية، not enclosed by a membrane. هذه الكروموزومات المادة الوراثية طبعا غير محاطة بغشاء مزدوج أو بغشاء مثل الحال في الإيوكاريوتيك، فهي هذه المنطقة بنسميها نيوكلويد، بينما المادة الوراثية في الحقيقية محاطة بغشاء مزدوج وتسمى نيوكلياس. هذا الفرق الأساسي ما بين البروكاريوتيك والإيوكاريوتيك. والإيوكاريوتيك قلنا بتحتوي منطقة الواقع من النيوكلياس والغشاء البلازمي، هذه السيتوبلازم بنسميها وبتحتوي على عضيات متنوعة ومختلفة، وهي تراكيب محاطة بغشاء بأغشية ولها إيش وظائف متخصصة، وهي تراكيب غائبة في البروكاريوتيك. A panoramic view of the eukaryotic cells، نظرة شمولية عن الخلية الحقيقية النواة. طبعا the plasma membrane and organelle membranes participate directly in the cell's metabolism،
الغشاء البلازمي وأيضا أغشية العضيات الموجودة في الخلية حقيقة النواة تشارك بشكل مباشر في عملية التمثيل الغذائي. تمام، هذا أول شيء. The basic fabric of most biological membranes، النسيج الأساسي في معظم اللي هو الأغشية البيولوجية، is a double layer of phospholipids، يتكون من طبقتين من الفوسفوليبيدز وأيضا من الدهون الأخرى. طبعا هذه بتكون embedded in this lipid bilayer، طبعا بيكون مغروس في طبقتين من الدهون أو متصل بها أنواع مختلفة من البروتينات. تمام، مع ذلك each type of membrane، كل نوع من الأغشية له تركيب أو تكوين فريد من اللي هو الليبيدز والبروتينات، وهذه البروتينات والليبيدز تكون طبعا مناسبة حسب الوظيفة المتخصصة لهذا الغشاء. طيب الصورة التالية بتوضح لنا تركيب اللي هو البلازما ممبرين، الغشاء البلازمي، وهنا طبعا هذا الشكل كله عبارة عن صورة توضيحية عن مقطع من الغشاء البلازمي، وهي صورة من متجر إلكتروني توضح التراكيب الداخلية للغشاء البلازمي. فقلنا إنه الغشاء البلازمي بيتكون من باي لاير اوف فوسفوليبيدز، عندنا طبقتين من الغشاء البلازمي، عندنا هاي طبقة واحدة وهي الطبقة الثانية. طبعا الطبقة هذه اسمها هيدروفوبيك، هذا بالأصفر، تمام، هذه منطقتين، وهذه الطبقة الخارجية بالأزرق طبعا هيدروفيليك ضايش ريجن، هي المنطقة المحبة للماء والطبقة الداخلية الكارهة للماء. تمام، طبعا هنا هذا عبارة الزرق هذا الفوسفوليبيدز، طبعا الليبيدز بيحتوي على مجموعة الفوسفات وتحدثنا عن تركيبه في الشابتر السابق. طبعا هذه مقاطع للبروتينز، عبارة عن بروتينز، وهذه embedded proteins، بروتينات مغروسة في داخل الغشاء البلازمي، وبنسميها أيضا integral proteins، بروتينات مدمجة في داخل الغشاء البلازمي. تمام، هذا اللي هو the structure of the plasma membrane. تمام، هنا الكربوهيدرات side chains، هنا السلاسل الجانبية من الكربوهيدرات، تمام، الخارجة من الليبيدز. طيب الصورة التالية بتوضح لنا أن هناك بعض التراكيب التي توجد في الخلايا الحيوانية لكن لا توجد في الخلايا النباتية والعكس صحيح. فمثلا في الخلايا الحيوانية يوجد بعض العضيات لكن هذه لا توجد في اللي هو الخلايا النباتية، منها اللايسوسومز، هي موجودة في الخلايا الحيوانية وهي عبارة عن عضيات تحتوي على انزيمات هاضمة. تمام، عندنا السنتروسومز طبعا لها دور في عملية انقسام الخلية ومنها تنشأ اللي هو الخيوط المغزلية، وعندنا الفلاجيلا الأصوات. طبعا هذه كلها عضيات توجد في الانيمال سيلز، في توجد هنا بعض العضيات في البلانت سيلز لكن لا توجد وين في الانيمال سيلز، منها الكلوروبلاست وهي تدخل في عضي مهم في عملية اللي هو البناء الضوئي، سنترال فاكيول اللي هو الفجوة المركزية، والسلول الجدار الخلوي، والبلازمودسماتا وهي الروابط البلازمية التي تربط بين الخلايا النباتية. الصورة التالية بتوضح ان اللي هو تركيب الخلية الحيوانية الانيمال سيل، قلنا في هناك عضيات توجد في الخلية النباتية في الحيوانية ولكن لا توجد في النباتية، منها اللايسوسوم، هي قلنا عضيات تحتوي على انزيمات هاضمة، توجد هذه في الخلايا حقيقية النواة والحيوانية ايضا. ايضا قلنا اللي هو الصوت الفلاجيلا، طبعا يوجد في الخلية الحيوانية زي ما احنا شايفين انه هذه النواة الموجودة في داخل الخلية، هذا غشاء البلازمي. تمام، طبعا الخلية الحيوانية خلية قلنا ايش حقيقية النواة. طيب الصورة التالية بتوضح لنا تركيب اللي هو الخلية النباتية، وقلنا في الخلية النباتية في عضيات موجودة مش موجودة في الحيوانية، منها اللي هو السنترال فاكيول الفجوة المركزية، وقلنا الكلوروبلاست اللي بتحتوي على البلاستيدات الخضراء، البلازمودسماتا اللي هي عبارة عن الروابط البلازمية اللي بتعمل على ربط بين الخلايا النباتية المتجاور ولها وظيفة التواصل بين الخلايا، طبعا السلول الجدار الخلوي اللي يوجد في الخلايا النباتية ولا يوجد في الحيوانية.
The eukaryotic cells' genetic instructions are housed in the nucleus and carried out by the ribosomes. الآن المعلومات أو التعليمات الوراثية الموجودة في الخلايا الحقيقية تكون موجودة وين يتم احتوائها، وين موجودة في النيوكليوس، في النواة اللي بتحتوي على بداخلها كروموزومز، and carried out by the ribosomes، ويتم ترجمة هذه التعليمات الوراثية عن طريق الليش الرايبوزومز لصناعة البروتينات حتى تتم إظهار الصفة الوراثية. Two cellular components involved in genetic control of the cell. هناك اثنين من العناصر الخلوية التي لها دور في عملية التحكم الجيني في الخلية، اللي هو the nucleus، النواة، والرايبوزومز. النيوكليوس طبعا توجد فقط في الخلايا الحقيقية وتحتوي على معظم الـ DNA في وين الخلايا الحقيقية، تمام؟ الرايبوزومز use the information، تستخدم طبعا هي مصنع البروتينات، تستخدم المعلومات الموجودة في الـ DNA في الجينات لما ليش صناعة البروتينز، وبالتالي البروتين بعد هيك تعطي الصفة أو بتقوم بوظيفتها حسب المعلومات الوراثية. The nucleus is the information central، النواة تعتبر مركز المعلومات. The nucleus contains most of the cell's genes and is usually the most conspicuous organelle. يعني النواة تحتوي على معظم جينات الخلية، وأيضا أو عادة ما تكون هذا عضو الأكثر وضوح، تمام؟ والنيوكليار انفلوب انكلوزز ذا نيوكليوس. طبعا النواة في الخلايا الحقيقية محاطة بغشاء مزدوج وهو يسمى بالغلاف النووي، ويفصل ايش اللي هو النواة عن السيتوبلازم، تمام؟ The nuclear membrane is a double membrane، اللي هو الغشاء النووي يعتبر double membrane، غشاء مزدوج زي ما تحدثنا، وكل غشاء يتكون من طبقتين من الليبيد with associated proteins، مرتبطة مع هذا كل طبقة بروتينات معينة. الصورة التالية بتوضح لنا اللي هو شكل وتركيب النيوكليوس، النواة الموجودة في الخلايا الحقيقية. قلنا النواة في الخلايا الحقيقية انها محاطة بغشاء نووي، نيوكليار انفلوب، وهذا الغلاف النووي يتكون عبارة عن دبل ممبرين، عبارة عن غشاء مزدوج، انر ممبرين واوتر ممبرين، غشاء داخلي وخارجي. وطبعا تتكون النواة من النيوكليار بور، المسامات النووية موجودة في الغشاء النووي. هذه عبارة عن معقد من البروتينات تسمح بدخول البروتينات والأيونات اللازمة للنواة. طبعا أيضا الكروماتين موجود في داخل النواة، وهو مجموع اللي هو الـ DNA والبروتينز الموجودة في الداخل اللي هي بتشكل الكروموزومات. The envelope is perforated by pore structures. الـ envelope اللي هو الغلاف النووي يحتوي على ثقوب مسامية، وهذه الثقوب من وظيفتها انها بتعمل عملية regulation للمولكيولز الداخلة والخارجة من النواة. طبعا the nuclear side of the envelope اللي هو من الجزء الداخلي او الغشاء الداخلي للغلاف النووي ايش يصطف في داخله اللي هو الصفيحة النووية النيوكليار لامينا، تمام؟ وهي تتكون من البروتينات، وهذه البروتينات تعمل على الحفاظ على شكل النواة، تمام؟ طيب in the nucleus في النواة الـ DNA بيكون منظم على شكل وحدات منفصلة discrete units called تسمى كروموزومز، تمام؟ Each chromosome is composed of a single DNA molecule. كل كروموزوم بتكون من جزء من الـ DNA المفرد، ومرتبط بيكون هذا الـ DNA ببروتينز، تمام؟ The DNA and proteins of chromosomes are together called chromatin. الـ DNA والبروتينز الخاصة بالكروموزومات معا تسمى كروماتين. طبعا الكروماتين هذا يتكثف condenses to form discrete chromosomes، يتكثف لتكوين كروموزومات منفصلة
بما انه الخلية تبدأ لتحضير ايش؟ تبدأ بتحضير الانقسام، تمام. The nucleus تمام is located within the nucleus. هذه النواية بتكون موجودة في داخل النواة وتعتبر موقع اللي هو تكوين الريبوزومال RNA، وهو يعتبر جزء من ايش؟ الريبوزوم المسؤول عن تكوين اللي هو البروتينز. ريبوزومز تعتبر بروتين فاكتوريز في الخلية، مصانع البروتين في الخلية. ايش هي الريبوزومز؟ الريبوزومز عبارة عن كومبلكسز ميد اوف ريبوزومال ار ان اي وبروتين، عبارة عن تجمعات من الريبوزومال ار ان اي والبروتين، تمام. الريبوزومز الريبوزومات كاري اوت بروتين سينثيسز انتو لوكيشنز، تقوم الريبوزومات بتنفيذ عملية تكوين البروتين في وين؟ في موقعين، in two locations. اللوكيشن الأول هو اسمه free ribosomes، في الريبوزومات الحرة، وهذه الريبوزومات بتكون suspended in the cytosol تمام، تكون معلقة في السائل الموجود في الخلية. بينما while bound ribosomes، لكن الريبوزومات المرتبطة are attached to the outside of the endoplasmic reticulum or nuclear envelope. أما بالنسبة للريبوزومات المعقدة تكون مرتبطة إما بالجدار الخارجي الخاص بالشبكة الإندوبلازمية أو الغلاف النووي الموجود إيش في النواة. الصورة التالية بتظهر لنا تركيب اللي هو الريبوزومز. قلنا الريبوزومات تكون في شكلين أو في موقعين، تكون إما فري حرة ريبوزومز، تكون ريبوزومات حرة وتوجد معلقة في السيتوزول، أو إنها تكون إيش باوندد إيش ريبوزومز، تكون إيش اللي هي عبارة عن ريبوزومات مرتبطة، وهي مرتبطة بالغشاء الخارجي الخاص بالإندوبلازميك ريتيكيلم اللي هي الشبكة الإندوبلازمية. الريبوزومز باوند تو ER زي ما تحدثنا تكون مرتبطة بالشبكة الإندوبلازمية. طبعا هذا شكل الريبوزوم، بتكون من 2 يونتس، عندنا لارج يونت هذه الوحدة اللي هي الكبيرة وسمول يونت، تمام. هذا الدايجرام اوف الريبوزوم. The endomembrane system regulates protein traffic and performs metabolic functions in the cell. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يقصد بأنه الجهاز الغشاء الداخلي، طبعا هذا الجهاز عبارة عن مجموعة من الأغشية التي تجزئ الخلية إلى تراكيب ذات وظيفة متخصصة. طبعا هذا هو الجهاز الغشاء الداخلي، وظيفته أنه بيقوم بعملية نقل للبروتينات وتنفيذ اللي هو وظيفة التمثيل الغذائي في الخلية. طبعا هذا الإندوميمبرين سيستم طبعا يتكون جهاز الغشاء الداخلي أو بيشمل عدة تراكيب اللي هو نيوكليار انفلوب الغلاف النووي، الإندوبلازميك ريتيكيولم الشبكة الإندوبلازمية، جولجي أباريتس واللايسوسومز والفاكولز والبلازما ميمبرين. كل هذه العضيات تندرج تحت اللي هو جهاز الغشاء الداخلي. The membranes of this system are related either through direct physical continuity or by the transfer of membrane segments as tiny vesicles. بمعنى انه أغشية هذا الجهاز، طيب انه أغشية هذا الجهاز الغشاء الداخلي انه بتتم تترابط مع بعضها البعض او تتواصل فيما بعضها من خلال اما الاتصال المباشر فيما بينها او من خلال اللي هو عملية نقل من خلال اللي هو لترانسبورت فيزيكلز اللي هو الحويصلات الناقلة. الشكل التالي بيظهر لنا صورة النواة طبعا الموجودة في الخلايا الحقيقية في الايوكاريوتيك سيلز. هذه النيوكليوس، هذه النواة، وهذا اللي هو محاط بالاي ار اللي هي اندوبلازميك ريتيكولم الشبكة الاندوبلازمية. طبعا استراكشر التركيب بالنواة بتكون surrounded by nuclear envelope، كنا اللي هو الغلاف النووي، وقلنا الغلاف النووي عبارة عن double membrane ايش غشاء مزدوج، قلنا غشاء داخلي وغشاء ايش خارجي، تمام.
perforated by nuclear pores، طبعا مثقبة بإيش؟ بثقوب نووية تسمح بدخول وخروج اللي هو المواد اللازمة إلى داخل النواة. طبعا النيوكلير انفلوب continuous with endoplasmic reticulum، طبعا الغلاف النووي المحاط بالنواة بيكون امتداد وإيش اللي هو الشبكة الاندوبلازمية، زي ما احنا شايفين هنا الشبكة الاندوبلازمية تبقى على امتداد اللي هو الغلاف الغشاء النووي. طبعا الفانكشن اللي هو الوظيفة هذه النواة انها بتحتوي على الكروموزومز، وحكينا الكلام هاد which are made of chromatin، وهذه الكروموزومات تتكون من الكروماتين، واللي هو الكروماتين عبارة عن الـ DNA والبروتينز، تمام، وبتحتوي على النوية، وين حيث ان ايش اللي هو وحدات الريبوزومز بتتكون. ايضا بورز ريجوليت انتري اند اكزيست اوف ماتيريالز، قلنا كمان ايضا انه هذه الثقوب الموجوده في الغشاء النووي من وظيفتها انها بتعمل على عمليه تنظيم دخول وخروج المواد الى النواه، تمام. الريبوزوم ايضا يعتبر تركيب، تمام، يوجد داخل الخلايا الحقيقيه البدائية الحقيقية والبدائية، تمام. الريبوزوم بتكون من 2 sub units made of ribosomal RNA، طبعا الريبوزوم بتكون من وحدتين زي ما حنشوف، قلنا واحد large sub unit و small sub unit، وبتكون طبعا ايش من الريبوزومال RNA ومن البروتينات، وهذا ممكن يكون قلنا انه الريبوزوم ممكن يكون free طليق في السيتوزول، وممكن يكون مرتبط وين في endoplasmic reticulum، تمام. فهنا الوظيفة شو الوظيفة الريبوزوم الرئيسية؟ البروتين سينثيسز، عملية تكوين البروتين، قلنا أن الريبوزومز عبارة عن مصانع البروتينات في الخلية. The endoplasmic reticulum تعتبر هي biosynthetic factory، تعتبر مصنع التخليق الحيوي، وراح نتعرف بالتفصيل عن وظيفة الendoplasmic reticulum، تمام. طيب the endoplasmic reticulum اللي هو اختصارها ER تمثل تقريبا أكثر من نصف more than half of the total membrane in many eukaryotic cells، طبعا تمثل أكثر من نصف اللي هو الغشاء الكلي في خلايا الحقيقية النواة، بمعنى إنه بتحتوي على كمية كبيرة من الأغشية، تمام، فلذلك هي تمثل أكثر من نصف اللي هو الغشاء الكلي الموجود في الخلايا حقيقية النواة. طبعا الإندوبلازميك ريتيكولم توجد وين؟ في الإيوكاريوتيك وين سيلز. The word endoplasmic means within. Endoplasmic means تعني within the cytoplasm. Within the cytoplasm، داخل السيتوبلازم. وكلمة ريتيكولم is Latin for little net، بمعنى شبكة صغيرة، هي عبارة عن شبكة ايش توجد داخل السيتوبلازم، وهذه الشبكة عبارة عن أغشية، تمام. The ER membrane اللي هو الاندوبلازميك ريتيكولم membrane، غشاء اللي هو الشبكة الاندوبلازمية، is continuous with the nuclear envelope، فهو هذا غشاء الشبكة الاندوبلازمية بيكون امتداد اللي هو غشاء النووي زي ما تحدثنا وشفنا في الصورة، في صورة ايش النواة، تمام. There are two distinct regions of ER، هناك منطقتين ايش مختلفتين في اللي هو الشبكة الاندوبلازمية، انه الشبكة الاندوبلازمية بتتكون من smooth ERR، من شبكة اندوبلازمية ناعمة، ومن رف ER، من ايش شبكة اندوبلازمية خشنة. الناعمة سميت لانه its outer surface lacks ribosomes، لانه سطحها الخارجي او على اغشيتها ما فيش ريبوزومز، فيبدو شكلها ناعم، تمام. وسميت رف خشنة لانه مسطعة اللي هي الاغشية الشبكة الاندوبلازمية بالريبوزومز بالريبوزومات على السطح الخارجي من الاغشية الخاصة بها، وبالتالي تظهر على انها خشنة تحت المجهر الالكتروني. الصورة التالية بتظهر لنا اللي هو شكل وتركيب الاندوبلازميك ريتيكولم، الشبكة الاندوبلازمية، وقلنا الشبكة الاندوبلازمية زي ما وضح في الصورة عبارة عن امتداد من الغشاء الخارجي الخاص بالنيوكلار انفلوب، الغشاء النووي، وهي عبارة عن شبكة مترابطة
من اللي هو الأغشية المسطحة والمنحنية في حالة تكوين الشبكة الإندوبلازمية الخشنة زي ما احنا شايفين موجودة على الأسطح الخارجية الخاصة بها رايبوزومات باللون الوردي الفاتح، وأيضا تشمل إيش شبكة من إيش من الأغشية الأنبوبية في اللي هو الشبكة الإندوبلازمية الناعمة، حيث لا يوجد على أسطح أغشيتها أي رايبوزومز، لذلك سميت بأنها ناعمة. Functions of Smooth ER، وظائف الشبكة الإندوبلازمية الناعمة، وقلنا إن الشبكة الإندوبلازمية الناعمة هي التي لا تحتوي على سطح الخارجي أي رايبوزومز. طبعا من وظائفها إنها بتعمل synthesizing للليبيدز، تكوين الليبيدز، بتعمل عملية تمثيل الغذاء للكربوهيدرات، وبتعمل detoxification of drugs and poisons اللي هو عملية إزالة السموم من المواد السامة والأدوية، وبتعمل storage of calcium ions، بتعمل عملية تخزين لأيونات الكالسيوم. طيب إيش الـ functions of rough ER؟ الآن وظائف الشبكة الإندوبلازمية الخشنة إنها بتعمل عملية making secretory proteins، بتصنع اللي هو البروتينات الإفرازية. طبعا many types of cells secrete proteins produced by ribosomes attached to rough ER. إيش يعني؟ معنى إنه العديد من الخلايا تقوم بإفراز بروتينات أو تكوين بروتينات، طبعا وين في الريبوزومات الموجودة على وين على سطح الشبكة الإندوبلازمية إيش الخشنة، تمام؟ فهذه البروتينات بنسميها secretory proteins، وهذه البروتينز ربما تكون هرمونات أو إنزيمات، تمام؟ from the endoplasmic reticulum من الشبكة الإندوبلازمية إيش proteins are transported in vesicles to the Golgi apparatus، بمعنى إنه من وظائفنا بتقوم بعملية نقل اللي هو البروتينات من الشبكة الإندوبلازمية إلى أجهزة جولجي، تمام؟ عن طريق إيش الحويصلات الناقلة، وتعتبر أيضاً is a membrane factory for the cell، تعتبر مصنع إيش تصنيع الأغشية في الخلية. The Golgi apparatus shipping and receiving center، أجهزة جولجي تعتبر مركز استيراد واستلام في الخلية. طبعاً أجهزة جولجي بتتكون من أكياس غشائية مسطحة تسمى سيسترني، وهي تشبه كومة من خبز البيتا. طبعا حنشوف شكل الجهاز الجولجي كيف بتكون. طبعا جهاز جولجي له هاز بولاريتي، عنده قطبية، بمعنى انه له طرفين، في طرف اللي اسمه سيز وترانس فيسز، وسوف نتعرف وظيفة السيز والترانس. طيب الـ functions of the Golgi apparatus، إيش وظيفة جهاز جولجي في الخلية؟ هو يعتبر جهاز جولجي طبعاً يعني مخزن في الخلية، بيعمل على عملية modification للبرودكتس الناتجة من الشبكة الإندوبلازمية، بعد هيك أيضاً بيعمل عملية manufacturing لcertain macromolecules لبعض الجزيئات الكبيرة. فهناك العديد من البوليساكارايدز السكريات العديدة تنتج في الخلية وتعتبر من إنتاج جهاز جولجي وتسمى جولجي برودكتس. بعد هيك أيضا بعد عملية الموديفيكيشن بتعمل سورتينج تصنيف للمواد، وبعد هيك تتركها لنقلها، تمام؟ طبعا جهاز جولجي بتكون تقريبا من 4 إلى 8 سيسترني، تمام؟ الصورة التالية بتوضح إن اللي هو شكل جهاز جولجي. هذه الصورة بتوضح الشكل الطبيعي لجهاز جولجي في الخلية، زي ما احنا شايفين هذا شكل جهاز جولجي، عبارة عن كومة من الخبز البيتا، وكأنه عندنا ايش 1 2 3 عدة طبقات. فهذه الصورة توضيحية لجهاز جولجي، هي عبارة عن هاي طبقة، طبقتين، 3 4 5، قلنا بتروح من 4 إلى 8 بتكون الجهاز جولجي، تمام؟ في له وجهين أو قطبين، في القطب اللي اسمه الترانس فيس، وهذا يعتبر الشيبينج سايد، هو الجانب اللي بيقوم بنقل أو تصدير المواد اللي تم تعديلها، تمام؟ وعندنا السيز فيس، الجانب اللي هو اللي بيقوم بعملية ريسيفينج سايد، يعتبر اللي هو الجانب استلام
المواد اللي هي حتى يقوم بتعديلها وتصنيفها. تمام، اذا هنا عندنا السيز فيس، وعندنا هنا ليش الترانس فيس، وعندنا هنا السيسترني. من ايش جميع هذه السيسترني؟ 1 2 3 4 5. تمام، هذا شكل الجولجي اباريتس. الصورة التالية بتوضح بشكل أفضل اللي هو وظائف اللي هو جهاز جولجي. عندنا الآن الـ ER اللي هو الإندوبلازميك ريتيكولام اللي هو الشبكة الإندوبلازمية. هنا من الشبكة الإندوبلازمية هنا الـ products اللي الموليكولز المواد الناتجة عنها. طبعاً بتم نقل هذه المواد الناتجة عن طريق اللي هو transport vesicles الحويصلات الناقلة، بتم نقلها إلى وين؟ إلى جهاز جولجي. طبعا هنا عندنا السيس اللي هو فيس الجانب السيس اللي بيقوم باستلام المواد هذا البرودكتس من الشبكة الاندوبلازمية، وبتم داخل اللي هو الجهاز جولجي عملية التلموديفيكيشن والسورتينج لهذا البرودكتس، وبعدك بتم ريليس اطلاق هذه اللي هو البرودكتس من جانب الترانس فيس الى وين؟ الى مكانها، الى its destinations. طيب نتحدث الان عن اورجانيل اخر اسمه لايزوزومز، وهي digestive compartments تراكيب هاضمة. هذه اللايزوزوم عبارة عن تجاويف او اكياس غشائية تحتوي على hydrolytic enzymes، طبعا انزيمات مائية. هذه الانزيمات وظيفتها انها بتعمل عملية digestion تحقيش هضم للماكروموليكولز. تعتبر اللي هو اللايزوزومز جهاز التخلص من الفضلات او الماكروموليكولز المستخدمة في الخلية. طبعا اللايزوزوم الانزيمز هذه الانزيمات اللايزومية تعمل بشكل جيد في الاوساط الحامضية، وهذه الأوساط بتكون موجودة وين؟ في اللايسوزومز. تمام، إذا اللايسوزومز تحتوي على وسط حمضي مناسب بحيث تعمل فيه الإنزيمات بشكل جيد في عملية هضمها للمواد الموجودة. هيدروليتيك إنزيمز طبعا واللايسوزومال ميمبرين are made by rough ER. طبعا الإنزيمات الهيدروليكية أو الإنزيمات الهاضمة الناتجة من اللايزوزومز والغشاء اللايزومي أيضا يتم تصنيعه وين؟ في الشبكة الإندوبلازمية الخشنة. وبعد أن يتم تصنيعهم في الشبكة الإندوبلازمية الخشنة يتم إيش؟ نقلهم إلى جهاز جولجي لمعالجة هذه المواد. تمام؟ طيب الآن اللايسوزوم إنها بتعمل عملية intracellular digestion، عملية هضم داخل الخلية تحت أو في ظروف إيش؟ متنوعة أو مختلفة in a variety of circumstances. تمام؟ فمثلا الأميبيا والعديد من الطلاعيات الأخرى تعمل على تناكلها أو التهامها في أثناء عملية تناولها الطعام، تعمل على عملية التهام للكائنات الحية الصغيرة أو جزيئات الطعام الصغيرة. تمام، في عملية اسمها عملية البلعمة. طبعا في هذه العملية البلعمة أو في أثناء عملية التهامها لهذه الكائنات الحية الدقيقة سواء كانت بكتيريا أو فيروس بتكون إشي اسمه الفاجوسوم. تمام، وهي عبارة عن تراكيب مغلفة تشبه الفقاعات وتوجد في داخل السيتوبلازم. فهذه الفاجوسومز لازم تتحد مع اللايزومز حتى تتم عملية اللي هو الديجيشن الهضم لهذه البكتيريا وهذه الفود بارتيكلز الموجودة داخل هذه اللي هو الفاجوسوم. تمام، طبعا اللايزوزومز بتستخدم انزيمات to recycle the cells on organelles. احيانا اللايزوزومز في حال فقدان مثلا الغذاء من المصادر الخارجية بتم عملية بتقوم اللايسوزومز هذه الأجهزة بتقوم بعملية هضم للعضيات الخاصة بها في خليتها، خاصة في الأجزاء اللي هو بتكون destroyed. تمام، فبتم عملية هضمها وإعادة هضمها من أجل يتم عملية بنائها من جديد. تمام، وهذه العملية بنسميها أوتوفاجي. تمام، أوتوفاجي.
الصورة التالية بتظهر لنا شكل اللايسوزومز وكيف العملية اللي بتقوم فيها هذه العضيات في تحليل هذا الطعام. هاي الصورة هاي اللايسوزوم موجود عبارة عن أكياس أو متكونة من الممبرين، تمام. وطبعا هنا اللايسوزوم عندنا هنا اللي هو البلازما ممبرين، هنا دخل الطعام فبدأت عملية الفاجوسايتوسيس وتكونت الفود فاكول أو تكون الفاجوسوم، تمام، وفي داخل الفيروس أو البكتيريا. بعد ذلك بتتم عملية هنا اللي هو اندماج لللايسوزوم باللي هو الفود فاكول، وبعد ذلك بتقوم الإنزيمات الموجودة في اللايسوزوم بإفراز هواء في اللي هو الفود فاكول، وبتتم عملية دايزيشن، هضم وقتل لهذه المواد الموجودة. طيب الآن نتحدث عن الفاكولز اللي هي الفجوات. الفجوات توجد في داخل الخلايا، طبعا هي عبارة عن لارج فيزيكلز، عبارة عن حويصلات كبيرة تقوم بوظائف متنوعة في أنواع مختلفة من الخلايا. طبعا في أنواع مختلفة من الفجوات هي الفود فاكولز، طبعا اللي تحدثنا عنها في عملية اللايسوزومز والتي تنشأ من عملية الفاجوسايتوسيس. في الكونتراكتيل فاكولز هو اللي هي الفجوات الانقباضية التي توجد في الفريش ووتر بروتيستس، الطلاعيات التي تعيش في المياه العذبة، فهذه وظيفتها الفاكولز بتقوم بعملية ضخ الماء الزائد الموجود في الخلية إلى خارج الخلية حتى لا يحدث انفجار في خلية الطلاعيات. السنترال فاكولز طبعا اللي هو الفجوات المركزية، وهذا النوع من الفجوات يوجد فقط في الخلايا النباتية في الماتشور بلانت سيل اللي هو الخلايا النباتية الناضجة. طبعا هذه الخلية بتشكل حوالي حجم كبير 30% من حجم الخلية، وبتلعب دور في نمو النبات خاصة في أثناء عملية الابزوربشن للووتر، امتصاص الماء. طبعا هذه الفاكول تحتوي على الماء والعديد من المركبات، تمام. فهذه أنواع اللي هو الفجوات الموجودة في الخلايا. الصورة التالية بتوضح إن اللي هو السنترال فاكول، الفجوة المركزية الموجودة في الخلية النباتية، وبتظهر إن إنها بتحتل مكان وجزء كبير من الخلية النباتية، هذه السنترال فاكول.